الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير من بعثه الله رحمة للأنام محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على عبدك وخليلك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم عليه تسليما كثيرا. هذه إشراقة جميلة من واقع تجربة وصبر للحياة الأسرية في البيوت. هي نصيحة لكل زوج حديث الزواج ولا قديم الزواج، ولكل زوجة حديثة الزواج ولا قديمة الزواج، سواء كنت زوج أب جد. هذه إشراقة ووصية يستفيد منها كل أحد، سواء قبل الزواج نوصيه وبعد الزواج نوصيه. إن أردت جندا جند وجنود يدافعون عنك يكونوا صفك ولا يقبلون بالظلم عليك في حياتك الأسرية، إذا حصل خلاف بينك وبين زوجتك أو حصل خلاف بينك أنت وبين ريلك، تبين من يوقف معاك ويصف معاك؟ اللي له كلمة عليه على الطرف الآخر أهل كل طرف. الزوج إذا صارت مشكلة بينه وبين زوجته وصف مع أهل الزوجة، والزوجة إذا صارت مشكلة بينها وبين زوجها وصف معاها أهل الزوج، الحياة مدعوة للاستمرار. بعكس إذا الزوج علاقته مع أهل الزوجة فاترة ضعيفة، والزوجة ما بينها وبين أهل زوجها ود ولا محبة، بل قد يكون قطيعة أو هجر أو مشاكل. وضع الطبيعي في حال المشاكل إذا أهل الزوج ما يحبون الزوجة، حتى خيرها يقلبونه شر وإحسانها يعتبرونها إساءة، ولا يشوفون إحسانها بالعين شيء. وكذلك الحال أهل الزوجة إذا كرهوا الزوج ما يشوفون خيره خير ولا معروفه معروف، ومهما قدم من خير لبنتهم ما يرونه شيء. والعكس صحيح، إذا أنت الزوج حبك أهل زوجتك يتغاضون الطرف عن أخطائك وزلاتك وتقصيرك مع بنتهم، وأنت كذلك الزوجة إذا حبك أهل الزوج أمه وأبوه وأخوانه وخواته، خاصة الجنس النسائي أمه وخواته، تأكدي أن حتى تقصيرك سيلتمسون له عذر، وحتى خطأك سيجدون له مبرر. ولو جاء الزوج يشتكي عليك عندهم ويفضفض، أول من يقف في وجه الزوج هم أهله، لأنك أنت كريمة عندهم وحبيبة. يقول لا ما تلقى نفسها، والنعم كلام طيب وثناء جميل. بل أحيانا حتى في حال الزواج من ثانية، لو كان أهل الزوج يحبون الزوجة ما يشجعون ولدهم حيل أن يأخذ ثانية ولا يدورون معه، لأن حابين الزوجة. والعكس صحيح تماما، لو كارهين الزوجة كل بين فترة والثانية ليش ما تأخذ، ليش ما تأخذ، ليش ما تزوج، فلان تزوج خذ ثانية، مو حبا أن ولدهم يأخذ ثانية لكن كرها في الزوجة. هذه وقائع يقينا أنت أيها المشاهد والمشاهدة تشعرونها. الحل ماذا؟ الحل بعد الفاصل.
الحمد لله. عودا على بدء، الحل انك تحسن الى اهل زوجتك وانت تحسنين الى اهل زوجك، والله العظيم انت الرابح وانت الرابحه دائما. شو يضرك انك تقدم معروف واحسان الى اهل زوجتك وانك اذا شفت شيء يكدر خاطرك ما كأنك سمعت، ولا تحاسبهم على التقصير، ليش ما عزموني، ليش ما دقوا علي، ليش ما زاروني، ليش قالوا، ليش فعلوا. وانت كذلك لا تكبرين مجهر عينك وبصرك على اخطاء اهل زوجك. امك قالت، امك سوت، اختك فعلت، مفروض ما تقول، مفروض تسوي، انا قصدها، شنو قصدها. لا تحملين تصرفات اهل ريلك على اسوأ محمل، حتى لو انت تشعرين انهم يقصدون الشر والاساءه والتقصير، لكن لا تحاسبينهم على هذا التقصير. فإن أردت أيها الزوج جنود يعينونك في حال خلافك وصفون معاك ويوجهون زوجتك إذا عوجت أو انحرفت إلى الصراط المستقيم أهلها. أهل الزوجة تأثيرهم عليها أكثر من أهلك، وكذلك الحال أنت الزوجة الضعيفة المسكينة، لو تعدى عليك الزوج وظلمك وبهتك بلسانه بيده بأفعاله، منو اللي ممكن يوقفه عند حده ويحميك من أذى وظلمه؟ أهله ولا أهلك أكثر؟ أهله. هو أهله تأثيرهم عليه أكثر من تأثير أهلك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج جويرية وكانت في غزوة بني المصطلق، صارت من نصيب أحد الصحابة في سهمه، فكاتبته، اتفقت معه على مبلغ من المال تعطيه فيعتقها، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه العون في الكتابة يساعدها بالمال، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو خير لك؟ قالت: ماذا؟ قال: أقضي دينك وأتزوجك. فقبلت، وشرف لها أن تقبل. فلما علم الصحابة أن جويرية هذه السبي أصبحت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، والزوجة تعني أنها أم المؤمنين، أطلقوا كل ما بأيديهم من السبي من آل جويرية وأهلها، أطلقوهم، اعتقوهم لوجه الله. قالت عائشة: فما رأيت امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية. في الحديث دلالة، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أنهم أكرم أهل جويرية، اعتقوهم، والاعتاق إكرام. هؤلاء المعتقين كلهم أهلها، أهلها وجماعتها وخواتها وابناء عمومتها. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذا الصنيع دل هذا على أن إكرام أهل الزوجة من الديانة والدين والسنة. بعد فتح مكة، أبو بكر الصديق أتى بأبيه أبي قحافة من أجل أن يسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل لا أقررت الشيخ مكانه حتى أنا الذي آتيه؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يأتي إليك من أن تأتي إليه. هذا ليس فقط الإكرام لأنه والد أبو بكر ويكفيه شرفا، لكن أيضا هذا والد أبو بكر وجد عائشة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فإكرام كل طرف إلى أهل الطرف الآخر هذا من الديانة والسنة، فاحرص على أن تسير على هذه السنة المباركة.